chambre, comment vous passez le temps ici? Passez bien le temps ici. Vous êtes avec Khalil. Je suis avec Khalil. Oui, c'est là. Oui, c'est là. Oui, là, il fait deux chambres de 250. Oui, c'est ça. Merci. Merci. Allez, merci. Merci. Bye bye, le caméraman. Et bonne chance. Demain, on a un but. GSK. والله الحمد لله ديما اجواء طيبه في صوف فريق اكابر كره القدم والجمعيه ككل. شوفها اجواء عائليه، اللاعبين الكل معناها متحمسين وشاعرين بالمسؤوليه، وان شاء الله هذا الكل يجسد غدوه في الميدان وحق انتصار اللي باش يخلي الفريق ان شاء الله يقدم في الترتيب ويتحصل على اكبر عدد من النقاط. هذه غايتنا بعد انتصار المتلوي، المعنويات مرتفعه، وشفت ردة فعل الملاعبية وإحساسهم بالمسؤولية يعني، والنتيجة خير دليل على ذلك. إن شاء الله غدوة زادة مقابلة ماهيش باش تكون سهلة ضد الملعب التونسي، فريق عنده إمكانيات محترمة، نعملوا على دعم جماهيرنا لأنه في القروين نلعبوا، نستناو في انتصار اللي قاعد يجي من خارج الميدان. إن شاء الله غدوة السون الطالع هذايا إن شاء الله يقف، وغدوة شبيبة تحقق انتصار اللي يفرح الجماهير ويخلينا نكملوا المشوار بأريحية، وإن شاء الله طموحات تكبر من مقابلة إلى أخرى. سي نجيب صح عليك. صح اخوي. شنو رايك؟ بنينة. سي نجيب شنو محضرين للجمهور جسكا غدو؟ ان شاء الله الانتصار اللي عندنا برشا عليه في القروان، ان شاء الله غدوه ننتصر ونرجع الثقه للجمهور ان شاء الله قدر ربي. لاحظنا الاجواء طيبه بين الجوارات وبين ستاف تكنيك، شنو سر؟ مريقلة الحمد لله لاباس، لكن ما عندها برشا معناها امورنا مريقلة، لكن انا قلت لك النتائج اللي في القروان ما تبعتش، اما ان شاء الله قلت ربي ان شاء الله تبع الكوره ومعناها وننتصر ونرجع الثقه للناس كل ان شاء الله. علي صح عليك. يعطيك الصحه. حاضر غدوه البارتي ان شاء الله. شنو رايك في الفطور؟ واو هايل كيما ترى. هاي بسم الله سي. تحكينا على الاجواء في وسط ليكيب بيناتكم الاولاد سيرتو نهار ليله الماتش كونتر ساتيوز. والله كنا نعاونوا في بعضنا، كان بالكلمه البيعه معناها، وان شاء الله غدوه نفرحوكم ونفرحوا نحن معنويين وكل شيء، وتروا بوا ان شاء الله مربوح. صح شكون عاش؟ شنو هي الامور عندكم؟ والله الحمد لله تشوف جونا به الحمد لله. عشاء سبا؟ الحمد لله لاباس. الاولاد الكل تكهناتهم ما لعبوش بشي ماركي غدوه، علاش زعما؟ والله ان شاء الله ان شاء الله. مش اخر الماتش اللي فات عدينا الكل ترح به الحمد لله، معناها روحنا بفيكتوار ان شاء الله نكملوها غدوه ان شاء الله. بالنسبة للمجموعة صدقني أنا مشيت معاهم للمتلوي ومشيت معاهم للكيف، مجموعة سوليدير ومتفاهمين مع بعضهم، غير الكرة عكست في برشا ماتشويات وظهر بالكاشف اللي عندهم عقدة في القروان. يعني عندي أمل كبير بحول الله ماتش الساتيونيزيا مش يجيبوا الجمهور. والله تهكا هونيت 2-1 مش يمركي. عندي أمل بحول الله المزليني مش يمركي وملك بحر إن شاء الله. الزبلاش إن شاء الله شكون باش يمركي؟ ان شاء الله لاويشي ومهمت كما قال علي. انا غدوه باش نربحوا 2-1. شكون باش يماركي؟ باش يماركي لاويشي وباش يماركي سليم جدايد. باش ان شاء الله. شكون باش يماركي؟ ما ندريش شكون باش يماركي، اما قلت ممكن بحر وسيف.
جيسكا أربع بعت باش يماركي سليم المحذبي ملك بحر وسليم المزليني و... وإن شاء الله ماركينا واحد من صغيرة تاع جيسكا ليش إن شاء الله سوانيو ولا عويشي فاضل سوانيو ولا عويشي مش ماركي اثنين بليش واحد بليش بلانتي مش ماركي محمد العويشي